اللهم إن كانت القلوب تأنس إلى ذكرك فكيف برؤيتك، إن كانت القلوب تطمئن إلى ذكرك فكيف برؤية وجهك الكريم، فكيف بسماع صوتك وأنت تقول لنا في الجنان أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم أكرمنا بسماعها في الجنان، أكرمنا بسماع صوتك وأنت تنادي على أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار، فتكشف الحجاب فنرى وجهك الجميل، فنرى وجهك الكريم، ثم تقول لنا أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا ربنا قبلت من سحرة فرعون سجدة واحدة فأدخلتهم بها الجنة، ونحن نسجد في الطين والتراب والوحل ليلا ونهارا لترضى عنا. اللهم فارض عنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تطردنا بخطيئة المذنبين.